يعني يقدر ما اعرف شلون اوصفكم اياها بس ما يصير كمبيوتر فراكشر يعني يبقى كونتاكت يا صحيح هذا هو يسمونه جرين سبيك او فراكشر قلنا يعني وين كورتكس بالضبط احنا لما قلنا بالبدايه قلنا الفراكشر اوف الميكانزم اوف فراكشر قلنا اللوكال كورتكس تنشن اكثر البوكال كورتكس will be subjected to compression. Compression. The bone is not fully calcified. With age, with time, the calcification will be completed. صورة واضحة؟ will be fractured by normal force, يعني any normal force mastication. Or even during mastication. هذا هو pathological fracture caused by pre-existing pathological condition such as مثلا قلنا neoplasms, osteomyelitis. طبعا هذا rare, osteomyelitis. وخاصة هسه osteomyelitis the radiation؟ لا, osteomyelitis يعني infection of bone. Like osteoradionecrosis. صحيح. Osteomyelitis or infection of bone. As طبعا with the wide use of antibiotic, with the wide spread of antibiotic, والاستخدام مع antibiotic اللي بلا أنصاف خاصة. فالosteomyelitis تقريبا ماكو عندنا. يعني إلا في حالات نادرة جدا من يكون general condition, especially of a child, يعني very compromised. يعني osteomyelitis ما يأكل. وبيت شلدن الاستيومايلايتس اكو فالتايب اوف اوستيومايلايتس يعني فالملاحظة يسمو جاريس اوستيومايلايتس اخاف يعني تجيكم بالباثولوجي او بالمديسن جاريس اوستيومايلايتس هذا بيت شلدن هو هذا الموست كومن تايب اوف اوستيومايلايتس ناوديز بس هو قلنا الباثولوجيكال قلنا كوز باي بري اكزيستنج باثولوجيكال كونديشن موست كومن قلنا النيوبلازم از سيستس الفيري لارج سيستس هنا ما قاعدين هذا سيا very large cyst, bone cysts أيضا تكون إذا تلك طبعا وما انكشفت ما بينه يعني ما was not diagnosed or not discovered by the patient, أيضا may cause pathological fracture. وعندنا قلنا complicated or complex fractures. اللي هو نعم يعني هو ما معرفه بالتعريف واضح بس هو اللي يقول associated with damage to vital structures, important structures. يعني complicated fractures or complex fractures when associated with damage to important vital structures. مثلا احنا قلنا vital structures بالشي المحاضرة vital structures بالفيس شنية دكتور الآي والليمف نود لا قلنا اول شيء قلنا الفيشل نيرف فيشل نيرف صحيح الفيشل نيرف اللي هو السيفن كرانيوم نيرف موتور نيرف هذا يعتبر هو one of the most important vital structures in the face يعني هو هذا يحرك لنا المسلز والفيشل اكسبريشن وقلنا الاي كذلك
وقلنا ان السمل تيست هي تعتبر فايتال ستراكشر. السمل سنس تيست سنس also يعني حاسه الشم والتذوق تعتبر شنو من الفايتال ستراكشرز. وقلنا الاي طبعا اوكي يعني مثلا ولا واحده بدنا نحكي عن فراكشرز مانديبل بس هو ان جنرال مثلا نيزو اوثمويدال فراكشرز هم تاخذوها بعد المحاضره. نيزو اوثمويدال فراكشرز اذا صار بها دمج للاي اللي هي فايتال اورجن فهنا على حسب هذا التعريف تصير هي كومبليكيتد فراكشر. واضح نعم. واكو سنجل ومالتيبل هاي اكوردنج تو ذا لاين اوف فراكشر. اذا اكو وان لاين اوف فراكشر فهو سنجل واذا مالتيبل تو لاينز او مور او هي مالتيبل فراكشرز قايلها. هذه قلنا احنا as mentioned previously there are several classifications للفراكشرز اوف ذا مانديبل كل واحده تعتمد على ستاندرد معين. other classification هو الاناتوميك سايت depending on the anatomic site. طبعا هو هذا the most easy classification يعني according to the site of fracture فيقسموها الى dentoalveolar fractures يعني الفراكشر اللي اكر بالتوث بيرنج بارت اوف ذا اري بالتوث بيرنج بارت اوف ذا مانديبل الفيولر بون dentoalveolar bone condylar fracture بالنك اوف ذا مانديبل coronoid fracture also in the ramus angle وبدي وسفسس اللي هو هذا midline of the mandible. هذا هو most easy classification للمانديبولار فراكشرز. وهذا هم عندنا فد important classification هو يعني راسمها او لا معروف بس هذا important classification للفراكشر مانديبولز هو according to the tendency of displaced fracture part according to the tendency of displacement of fracture part يعني اعتمادا على شنو ازاحة بعض الاجسام خروج من المكان الاصلي على قابلية الجزء المكسور اعتمادا على قابلية الجزء المكسور of the mandible انه to be displaced يروح بعيدا يعني يعني احيانا ابسط لكم اياها احيانا المندبل فراكشر بس الفراكشر بيس تبقى نوت ديسبليسد مكانها فهمتوني شنو يعني المندبل ينكسر يصير تو بارس مثلا التو بارس تبقى مكانها قاعده ما تتحرك فهذا يسموه فيفرابل هذا يسموه فيفرابل احيانا المندبل ينكسر فالفراكشر بارس تو بيسز مثلا أو أكثر طبعاً حسب الفراكشرز. الفراكشر بارس will be displaced يعني تتحرك تتحرك. صارها مصل ديتاتشمنت يمكن. مصل والله مصل pull. هذا result of the muscle pull المصل الجرح. فتروح تتحرك بعيداً فهذا يسموه unfavorable. وهذا شلون يصير ليش يصير favorable أو unfavorable depending on the direction of the fracture line. Depending on the direction. Direction of the fractured line. وهسه طبعا نشرحها. بس قد ملاحظة بسيطة أنا أيضا نشرحها بعدين بالـ treatment. The treatment of fractured bone in any part of the body. Principle of a treatment of a fractured bone. Principles of treatment of fractured bone in any part of the body. هي 3 points. 3 principles. أولا شنو؟ reduction يعني ترجع البون إلى مكانه إذا كان displaced طبعا يعني هو unfavorable ترجع إلى مكانه هذا reduction. The second point هي fixation يعني ثبته. والثالث point هي شنو؟ إضافة يمكن هذا البون الصناعي لا supplement لا قلنا إحنا principle of treatment of any fractures in the body. No. General principle here. An old bone. An old bones. هذا فشي مبدأ عام في كل وبما فيها المندبل يعني. نعم. وبما فيها الفيشال بونز يعني. نعم. قلنا reduction ترجع إلى مكانه. Fixation. والنقطة الثالثة شنو؟ immobilization يعني عدم تحريكه.
ونفس الفكسيشن. لا فكسيشن هو تثبيت. تثبيت بس نفس هذا المكان يعني ثبته. تثبيته. بس إنه بالمصل ما يحركه. آه. بس الإموبيلايزيشن إنه ما يتحرك. إموبيلايزيشن ما يتحرك لازم البون for at least شقد 35 to 40 days يعني يبقى إموبيلايز to allow the callus bone formation. وبعدين followed by bone remodeling. يرجع نورمال. فنرجع قلنا الفيفرابل وانفيفرابل. الفيفرابل قلنا هي المسل when the muscles شو معناته فيفرابل؟ when the muscles pull أو المسل فورس خلينا نقول tends to pull the fractured pieces of the mandible to the normal side يعني without displacement. يعني المسل pull خلينا نقول الفيفرابل when the muscle pull does not allow displacement ما تسوي displacement. وهذا قلنا depending on the direction of fractured line. الانفيفرابل بالعكس when the muscle pull causes displacement تسوي displacement جرر pieces فتروح بعيدة. الفيفرابل والانفيفرابل عندنا two types vertically و horizontally. طبعا هذا اذا مرسومه راح الا هاي ترسموها او يعني الا تشوفوها بالرسم يلا تفهموها الا تشوفوها بالرسم. Vertical horizontal. يعني vertical horizontal. Vertical فما إذا أكيد هو راسمها هسه أشرح لكم إياها وإذا ما راسمها هسه أرسم لكم إياها. ما مرسومة دكتور. بالمحاضرة. ما موجود. ما يخالف. إذا تبون في الورقة أنا مرسم لكم. ماشي. أجيب لك هسه الآن. أي. قلنا هذا يعتمد على شنو؟ على الدايركشن أو فراكشر. خلينا الدايركشن اوف فراكشر لاين يعني احنا شلون نصور الرسم اطلع صوره ما شوف الان مو هذا على شرح ما في شيء يعني اشرح جيب قصد التصوير هسه هذا هنا نشرح شنو الفيرتيكال. احنا من قلنا الفيفرابل والانفيفرابل اكو فيرتيكال وهوريزونتال. فيفرابل والانفيفرابل كل واحد يعني الفيرتيكال بي فيفرابل وانفيفرابل وانفيفرابل والهوريزونتال ايضا شنو بي بالضبط. يعني كل واحد من فيفرابل وان فيفرابل والهوريزونتال ايضا بي فيفرابل وان فيفرابل. واضح الامور؟ فهسه هذا الفيرتيكال. الفيرتيكال هو اللاترال فيو يعني من تاخذ اكس راي من تاخذ اكس راي اللي هي يسموها اللاترال فيو. اللاترال فيو طبعا هسه احنا نحكي هم عن الاكس رايز اللي ناخذها بالمندوب. هذه لاترال فيو مثلا تاخذ اكس راي لاترال فيو X-ray. أو أحياناً هي طبعاً أكثر شيء يعني نستخدم أوبليك لاترال يعني شوية الوجه ينحرف بزاوية حتى ما يصير overlap of the two sides of the muscles مال هذه الجهة وذيك الجهة. هذا يعتمد على المسل بول. هنا إيش عندنا يا مسل؟ لا إحنا عندنا هاي المسلز تيجي منه هاي هاي لا اسمح لي هي طبعا اكثر من مسل بس انا راح اقول لك واحده منها. هاي المسلز تعال نفسها لا مو اسمح هاي المسلز اللي هي الانتيرير بيلي اوف دايجاستك اوف دايجاستك قام يوم شو راح اطلع عليكم هاي الانتيرير بيلي اوف دايجاستك. هذه شو تسوي؟ اوبن ذا يعني اوبن ذا Pull the chin to open the mouth. Pull the chin to open the mouth. يعني طبعاً مو كلها مو هي المينلي بس هي يعني assist in this process. هذه pull the chin to open the mouth. يعني من تتقلص من contract it will pull the chin. The mandible will be opened. زين.
فإذا line of fracture has that independent direction, هذا will be favorable or unfavorable. أي جرة؟ هذا هذا شنو؟ هذا شنو؟ unfavorable. إذا أخذ قلم لون لا حتى يصير حتى بد أزرق مثلا حتى عادي أجيب من برا تأخر شوي. بس هذا قلنا unfavorable. الهوريزونتال when the mandible is viewed from up side يعني بقى المندبل من فوق يعني هذا from upside down up or downwards يعني من فوق طاعة when the mandible viewed from upside فهذا ال body of the mandible تمام؟ هذا الوجه اللي مندبل وهذا نشوفه مثلا بيش طبعا شوفه نشوفه مثلا بأبسط فيو هو الأوكلوزال أكثر الفيو وهذا الأوكلوزال أكثر الفيو أوكي هنا ايش عندنا مصر هنا في رضا مانتا اي هسه تنباع المنجل من فوق ايش عندنا مصل هنا عندنا في المصل اسمح لي عندنا في المصل يسموها كريجو مازيتريك سلينج اللي هي بالانر سايد اوف المنجل واتاشت هذه كل واحده من الكسرات يسموها كريجو تريجو مازيتريك سلينج نفس السلينج مع السيارة مش السيارة فالتريجو مازيتريك سلينج أيضا طبعا نعمل يحضرنا من اتجاه المصل بالضبط بس هو راح يكون إذا الفورس إلى لاين أوف فراكتشر وذا مصل بول يعني هم خلنا إحنا مثلا بالضبط نعم هسه بين يعني المصل راح تجر هاي البيس هذا فيفربل او فيفربل اذا بالعكس يعني قلنا هاي المصل تجر منه صحيح اذا هيج يعني يعني تجرع بس ما راح ينجر لانه الفراكشر مان راح يعيقها تتخيلون شلون؟ تتخيلون شلون؟ شوي هنا راس المرارة بس هو هذا المبدا هذا بالنسبة للهوريزونتال واضح الامور؟ نرجع على الفيرتيكال هسه قلنا هذا هي الانتيريور بلي مثل ما قلنا قلنا هذا شنو؟ انفيفربل مو صحيح؟ نعم هذا المصل راح تشتغل انها تسحب الرانك على هذه السيتش بالضبط راح تجرع فالفراكشر راح ينجر وياها اذا الفراكشر لاين كان بهالاتجاه الجره ما ينجر مو تمام تمام مو تمام فهذا راح يصير فيفربل هذا راح يصير فيفربل اللي هو نوت ديسبليسد الجره هذا الجزء ثمانية سنة. هذا هو المبدأ الفيفربل والانفيفربل. قلنا أكو vertical وhorizontal وكل واحد vertical بي favorable وانفيفربل والhorizontal أيضا بي favorable وانفيفربل. وهي يعني إلا تشوفون رسم الله تفهمون. أي واحد عنده سؤال أنا مستعد أشرح لي. إن شاء الله. زين.
قلنا هذا فيبرابل او في ان فيبرابل. زين دكتور لا ننزل احنا بعد هذا هم من أحد نوع من تصنيفات. يعني إذا الفورس طبعاً دارك للبون cause the fracture هذا معناته دارك. إذا الفورس will be transmitted through the bone to other bone هذا will be indirect. يعني مثل ما قلنا إحنا الفورس مثلاً when applied to the chin will be transmitted through the body of the mandible والرمص وين للكوندايل. فعادة إذا الفورس high force applied للشين أو للسينفيزيال area possibility high possibility occur هي fractures condylar neck of the mandible. هذا يعتبر indirect fracture يعني not on the site of force. تو نفس lateral force for the mandible يعني lateral force the mandible هماتين يعني تكسر الريمس او لا هو بس اذا دايركت ولا اندايركت. يعني مثلا قلنا اذا دايركت فورس مثلا دايركت فورس على الانجل اوف ذا مندبل نعم على الجهه المقابله وسوت فراكشر اوف ذا انجل اوف ذا مندبل يعني على ذا سايت اوف فورس فراكشر هذا دايركت. اذا الفورس ترانسميتد كوز فراكشرز بالاذر ات انذر سايت اور ات ا فار بوينت هذا يسموه اندايركت. طبعا في الملاحظه بالكوندايلر نيك هي also act as a cushion action. Also act يعني when the force applied the chin was transmitted توصل وين؟ الكوندايلر نيك. الكوندايلر نيك will be fractured to protect the glenoid fossa والbase of the skull. حتى البيس of the skull هو يمتص الصدمة وينكسر في سبيل انه البيس of the skull intact. Will be protected and not subjected to force. هذا هو في مايكوس شنو؟ اندايركت 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 بس احنا صباح الثالث طيب شوي شوي هنا وصلنا فمن مثلا دا يحشون examples على ال indirect fractures قلنا when symphysial when trauma or force applied to symphysial part قلنا will be directed or force will be شنو transmitted to the condylar فيسوي لنا احيانا bilateral subcondylar fractures. حرامات انا يعني عندي صور مال العمليات بس ما جبتها لانه الوضع يعني شنت ناوي اعرضها للطلاب وراويهم شلون يعني مش طول عمليات مال fractures mandible مال treatment ان شاء الله أيام الجاي إن شاء الله. إذا تيجي مثلاً دز لك إياها. يا ريت والله. يا ريت والله. تعرضها للطلاب وتقوم طوي المحاضرة ما أكو شيء إن شاء الله. يعني عندي صور مال كيسات مال فراكشرز من دبل هواي. مشتغليها عند رجيعي طبعاً. وكذلك عندنا مثلاً بارا سينفيزيال فراكشر هاي دايركت. بارا سينفيزيال اللي هي لاترالي للميد لاين أوف ذا مندبل. بارا سينفيزيال فراكشر يعني at the area of 4 or 5 premolars هذه يسموها parasymphysial fracture direct coronal direct the trauma so in the direct يعني so in the direct parasymphysial fracture but most commonly the parasymphysial fracture associated with angular fracture بال contralateral side بال opposite side بال opposite side فذاك يكون indirect دائما يعني مو دائما خلينا نقول often غالبا often يعني غالبا when force applied over parasymphysial fracture, especially if it's a strong force, causing parasymphysial fracture on one side, often associated with angular fracture with contralateral
lateral side. يعني عند باس انفيزيور فراكشر على the side of the trauma, على the side of a trauma, و angle fracture بالcontralateral side اللي هو not subjected to trauma but it will cause indirect fracture. يعني indirect angle fracture بالcontralateral side, واضح؟ فهذا أيضا يكون. وكذلك عندنا البودي نفس الشيء, بودي أما بارس انفيزيال أو بودي بالside of the force و angle of fracture بالcontralateral force. هاي بالنسبة للclassifications of mandibular fractures. قلنا أول شيء قسمها إلى simple compound, بس ريفيو سريع simple و compound و compound و green و complex, complex و comminuted و green stick. وبعدين قسمها إلى favorable unfavorable, favorable و unfavorable. بعدين قسمها قبل according to the anatomical side, anatomical coronoid و condylar و body و angle و parasymphysial. وبعدين قسمها direct و indirect. فهي شنو يعني عدة classifications للمندبيرة fractures لازم كلها تفتهموا. clinical features, طبعا انت من يجيك patient, يجيك مريض subjected يقول لك كانت تعرضت الى ضربة وتشك انه عنده mandibular fractures, فشلون يسوي diagnosis؟ هذا عنده mandibular fractures, شلون يسوي diagnosis؟ الدياجنوسيس طبعا العفو depends on clinical and radiographical examination, clinical and radiographical examination. هذا طبعا هم انا مبدأ عام لكل الفراكشرات بالبون, شلون diagnosed, شلون how you will reach definite diagnosis, يعني تشخيص مطلق by clinical and radiological, يعني لا clinical واحدة ولا radiographical واحدة, by both clinical and radiographical examination. Provisional diagnosis. فالكلينيكال فيتشرز طبعا هي شنو؟ طبعا اول شيء البين, لكنه في ملاحظه مهمه انه الفراكشرز او ذا فيشل بونز ان جنرال, ذا فيشل بونز ان جنرال يعني ميدل ثيرد لوور ثيرد, طبعا المندبل هو كونستيتيوز ذا لوور ثيرد اوف ذا فيس, البين يعني الفيشل فراكشرز اوف ذا فيشل بون اسوشيتد وذ بين بس ات از نوت سيفير بين, صح؟ انلايك fractures of other bones of the body, unlike fractures of other bones of the body, صحيح. اللي هي associated by very severe pain. يعني when fractured arm or fractured leg are associated by very severe pain. يعني المريض ما يتحمله أصلاً, ما يقدر يشيل الألم, ما يقدر يشيل الألم من مثلاً إذا fractured arm or fractured leg or any other bone of the body. لكنه facial bones البين مالتها not severe, يعني تقدر تقول mild to moderate pain, especially during movement, يعني when the يعني during silence there is no pain. إلا المريض مثلا يبدي ياكل يقول لك من اكل يصير عندي وجع. وش عجب يعني هذا هيجي ماكو movement, هو يعني سبحان الله من رب العالمين, لانه during according to the nerve innervation of the bone of the facial bones هي هذه سببت لنا انه البين مالته نص سيفير. فإلا يقول لك اني during mastication or during eating or during movement or mouth opening يصير عندي فد mild to moderate pain. فهذا البين. و drawing of saliva ايضا, ليش يصير عندنا drawing of saliva؟ لانه الاوكلوجن راح يختلف. اهم بوينت بين الفراكشر clinical examination, أهم clinical feature بالفراكشرز of the mandible or middle finger, بس عندنا شيء عن mandible هو disturbed occlusion. يقول لك طبقة حلقة تغيرت, فأنت أول سؤال تسأله يقول له طبقة حلقة تحسها متغيرة؟ يقول لك إيه, دا أحسها صار عندي علو. شلون واحد مسوي فلنج بها هاي سبوت؟ نفس الشيء يقول لك صار عندي علو بهاي الجهة, دا أحس أسناني لأنه عالي, لأنه صار disturbance بالفراكشر pieces. المهم فالبين قلنا هو mild to moderate pain و during movement. ثانياً swelling, طبعاً هذا swelling any fractures يصير بي swelling, any fractures يصير swelling. ليش يصير swelling؟ دكتور ال لأنه any trauma هي تسبب لنا inflammation, any trauma immune system وكذا, whether it is
any trauma. No. سبب إنه inflammation. والtrauma whether it is due to force, mechanical trauma, whether it is mechanical trauma, or شنو؟ Physical. A trauma by bacterial toxins, يعني the infections. النتيجة هي trauma, whether it is mechanical trauma, or by bacterial toxins. الاثنين هاتوا بيسوون destruction. فinflammation. الاثنين هاتوا بيسوون شنو؟ Inflammation. يبدأ inflammation. والinflammation before cardinal signs. العلامات الرئيسية الأربعة اللي هتعرفوها قارئة ولا swelling, redness, عفير elevation بالضبط. swelling يعني الأديمة والpain والredness tenderness والelevation of temperature side of trauma. كان التروما يصير hot فيبدي أديمة طبعا. هيماتوما إذا أكو فد إنجري إلى ماينر بلاد فيسل فيصير فد كولكشن أوف بلاد. مو دائما بس هو دائما يصير هيماتوما. وقلنا النقطة الثانية هي ديسترب شنو أكلوجن التيث نير ذا فريكسر سايد ميكام لوزنز أور ديسبليس. يعني أما تتحرك أو لوزنز ترخي طبعا نتيجة الفورس أور أفالس تطلع من مكانه. وبلاسيريشن أوف ذا جينجيفا الجنجيفا ايضا تتمزق. هذا من قلنا يصير open and fracture. تذكر نعم. وبليدينج فروم ذا فراكتشر سايد اذا ايضا كان open. اذا open ذا فراكتشر يعني الجم لاسريتد وصار كوميونيكيشن من الاورال كافيتي يطلع فد ماينر بليدينج مو هواي. ويترسمس ديفيكولتي بالموفمنت اوف ذا جو هاي ديو تو مسل سبازم. When examined by your fingers, تمشيها على lower border of the mandible. بلبيش. تحس أكو فد step deformity. يعني مثل القصة جوا إيدك لأنه ال continuity تخربطة. فصارت بيس عالية وبيس صعبة. تحس أكو قصة يسموها step deformity. وهذا step deformity مكان الفرشاة طبعا tenderness. وmobility من تشيك البون. تلزم البون بيدك من قبل تلزم بيدك وتحاول عند فراكشر عند سسبكت الفراكشر سايد تحاول تحرك بيدك فتشوف إذا أكو موبيلتي أيضا هذا في الانديكيشن للفراكشر. وستيب ديفورميتي قلنا هسا شرحت لكم إياها. Not always يعني مو دائما numbness of the lower lip لأنه إذا inferior alveolar nerve subjected to trauma أيضا بعدين راح يطلعوا من المنتل فورم اللي يصير منتل نير وغير اللب فنمنس اوف اللور لب but it is not always يعني هذا مو دائما زين يعني. وقلنا altered occlusion اللي هو disturbed occlusion هو هذا اهم نقطه altered occlusion. والهيماتوما سبلينجوال هيماتوما يعني بالفلور بالفلور اوف ذا ماوث تشوف فت كولكشن اوف بلاد طبعا اندر ذا ميوكوز يعني مو طالع مو بلاد طالع. نعم. عند الميوكوزا. هيماتوما. هيماتوما بالضبط. أيضا مع علامة مهمة. أيضا علامة مهمة. فهي أهم علامتين. أهم علامة. Altered occlusion وهيماتوما. Altered occlusion. والسبلينجوال هيماتوما. زين. بالسبكوندايلر. Bilateral subcondylar fracture. شو راح يصير؟ نين يعني منا bilateral subcondylar fracture راح يصير open bite. يوقع هنا راح يصير open bite anterior open bite مكتوب هو anterior no. open bite زين. إذا طبعا اللي هي أيضا فد rare cases إنه paracentesial fracture يعني بس bilateral مو جهة واحدة منا ومنا bilateral paracentesial fracture it will be أيضا الجينوغلوسس مصل will pull the fractured segment posteriorly but tongue will be pulled backward which may affect the airway but هذه rare cases يعني rare cases اللي هي بال bilateral paracentesial fracture. وطبعا المريض إلا إذا المريض unconscious يلا ال airway will be affected but if the patient is conscious he can manage its airway. المهم زيني هذا بابا كلها قاعدين especially in patients with depressed level of consciousness.
زين هاي هم نقطة حلوة بالبايلاترال أو بالكوندايلر سب كوندايلر فراكشر هاي يعني هاي الساينز مو دائما تشوفوها ماي أكاب يعني مو أولويز ديفينيت ساين الديفينيت ساين هي قلنا الألتر بيكلوجن وهيماتوما والسبلينجوال هيماتوما وقلنا البين أكيد يصير الفيولار نير نتيجة والهيماتوما العفو الأديمة أديمة هاي هي شنو الديفينيت ساينز ترون هاي altered site قلنا هذا step وstep deformity يعني إذا أحيانا ما تقدر يعني إلا by careful examination إذا undisplaced إذا عند fracture undisplaced ما يصير أحيانا ما تشوفه باقي signs هي relative signs يعني مو دائما يشوفه أو تشوفه في حالات معينة مثلا إحنا قلنا ال condylar fracture أحيانا شو يسوي drop the mandible لا أي interior open bite قلنا هو بروتكت الكرانيوم صحيح احيانا يسوي انجري للاكسترنال اوديتوري ميتس يعني قناه الاذن الخارجيه لانه ات از ايميديتلي بوستيريرلي للكوندايل الاكسترنال اوديتوري ميتس خلف الكوندايل تماما فاحيانا الفورس قويه تدفع المندبل الكوندايل يسوي تيرينج تمزق للاكسترنال اوديتوري ميتس يمزقها فيصير بليدنج من الاير يطلع بلوك من الاير واي كيسات شايفيها واي اكسترنال اوديتوري ميتس يعني مره من المرات انا كنت بالمستشفى الظهر على وشك نهايه الدوام خبرني المقيم مالتي قال لي عمي الحق لي مريض مضروب بده يطلع دم من اذنه فخاف طبعا هو مقيم قاعده صغيره مثلك ما شايف كيسات هواية وشاف دم من اذنه وهو ضربه ايش بده هيفي فورس وين الرابط ما يدري يعني وين الرابط ما يدري انا قلت فقلت له وين التروما قال لي هو مضروب على شن مات قلت له اتخاف هذا بليدنج من الاكسترنال اوديتوري ميتس وفعلا هو صار دز لك الكيسات مالته ان شاء الله صور الاكس راي مالته والعمليه بعدين اشتغلنا فعلا طلع هو عنده انجري من الاكسترنال دزينا استشاره لابو الانفوذ المحنجره اجى فحص اذنه قال هذا عنده انجري من الاكسترنال اوبيتريميتوس يعني فشي ما يخوف خلوا له فت باكه بالاير فور 2 تو 3 دايز ليش خلوا له باكه حتى ستوب بليد يعني ستوب بليدنج مو بس ستوب بليدنج البون ما لا حتى من يصير هيلينج اني ودي يبقى المجرى مفتوح ما يصير بيك كونتراكشن ما يصير بيك كونتراكشن حتى الاكسترنال ديترميتس ما تنسى فخلوهم بباكن يحشوها فتيله حتى النوت حتى الاكسترنال ديترميتس والنوت بي كونتراكتد المهم طبعا هذا هنا عاد يقول هنا انا it is important يعني من المهم to distinguish ان تميز بين bleeding from ear due to external auditory meatus damage or middle ear bleeding from the ear due to CSF leak ويسموه motoria هاي مهمة طبعا يعني البحث مالتي بالبورد هو كان CSF leak cerebrospinal fluid leakage in maxillofacial trauma cerebrospinal fluid leakage in maxillofacial trauma في يعني يصير اذا صار من النوت يسموه راينوريا او اذا يصير من الاير اوتوريا طبعا هذه بالسيفير تروما اللي most commonly associated with head injuries the temporal bone fracture the base of the skull fracture I will be associated with CSF leak انه تشك اكو شنو CSF leak from the ear فهذا تعتمد على الدايجنوسيس مالتك والخبره مالتك وهي هل والميكانيزم اوف انجري والاكزامينيشن للبيشنت المهم بوينت انه it is important to distinguish from bleeding from the ear whether it is due to كلام external auditory meatus damage or whether it is due to CSF leak طبعا ذاك غير مانجمنت يحتاج له والCSF leak of a dangerous condition but dangerous condition هذا هو الكلينيكال examination طبعا هو الفراكشر مدري في المحاضرة سهلة وحلوة
بس يمكن شوي طولت عليكم. هي اللي هي مطوله بطبيعتها مطوله بعدنا في ان شاء الله ما عندنا شيء بعد. الايمجينج قلنا احنا الرادوجرافيك العفو كلينيكال اكزامينشن والرادوجرافيك اكزامينشن تمام. الرادوجرافيك اكزامينشن يعني باي اكس رايز عندنا باختصار اول شيء الاو بي جي تعرفوها الاو بي جي هي شنو فائدتها الاو بي جي هولد طبعا ترامك المنظر كله الاو بي جي فائدتها انه تو شو whether there is a fracture or not whether there is a fracture or not but it does not show exactly the direction of fracture line no. It gives a misdiagnosis about the direction of fracture line لانه هي two dimensional image وتتحرك قد يصير بي اوفر لاب هيك عافيه تعطيك غلط يعني معلومات خاطئه عن الدايركشن لكن فائدتها انه فقط تبين لك البروفيسور only tells you whether there's a fracture or not whether there's a fracture or not the most important x-ray view هي البي اي يسموها بالمندبل most important x-ray view بالمندبل هي البي اي اللي هي posterior anterior اكسترنال بوستيريو انتيريو يعني الكون يكون فروم ذا باك والفيلم فروم هذا البوستيريو انتيريو هذا يراوي كله من الكوندايل للانجل للبودي للباراسمفيزيال للسمفيزيال هي هذه خلينا نقول الستاندرد اكس راي فيو للمندبل هي البي اي السيتي سكان اللي هو الكمبيوتر التوموغرافي سكان تعرفون يعني المفراس نعم هذا اللي هو يكون مقطعي يراويك سكشنز للاكس رايز زين هذا السيتي سكان التريتمنت هو هذا اخر شيء ان شاء الله عندنا قلنا احنا التريتمنت البرنسبل هي شنو ريدكشن فيكسيشن وامموبلايزيشن زين والايم اوف التريتمنت هدف التريتمنت هو شنو طبعا هو الفانكشن يعني الاستاتيك rarely affected by fractures mandible rarely mainly restore function اللي هو الاكلوجن زين والنورمال موفمنت اوف ذا تي ان جي نورمال موفمنت اوف ذا تي ان جي لانه وحده من الكومبليكيشنز مال كوندايلر ريك فراكتشرز واحدة من complications مال كوندايلر neck fractures if it is untreated or if it was mistreated يعني عوجي بطريقة خاطئة may occur it may lead to TNJ ankylosis تعرفون الانكيلوسيس يتجمد بمكانك عفوا هاي واحدة من complications فال aim of treatment هي restore function of mastication of occlusion and the free normal movement of both TNJs زين طبعا الفاكتورز افكتنج التريتمنت اوف مانديبولار فراكتشرز اللي هي يعني ان جنرال فالجنرال فاكتورز هي هذه التايب اوف فراكتشر الباتيرن اوف فراكتشر السكيل اوف ذا اوبريتور يعني مهاره المعالج الجنرال هاي مهمه الجنرال ميديكال كونديشن هاي الفاكتورز مهمه هاي لازم تحفظوها شنو عن ظهر قلب الجنرال ميديكال كونديشن اوف ذا بيشنت هاي مهمه جدا هسه بعدين اقول لكم ليش جنرال يعني الميديكال كونديشن اوف ذا بيشنت ميديكال جنرال يعني صحته العامه للمريض ليش لان عندنا سبيلي تريتمنت عندنا اوبن ريدكشن وعندنا كلوز ريدكشن يعني اوبن ريدكشن اللي هو تسوي العمليه تفتح البون وتثبته باي بليتنج وترجع تخيل الكلوز ريدكشن هو باي اي ام اف اللي intermaxillary fixation فأكو general conditions اللي هي that may be contraindicated than IMF
هسه بعدين نحكيها. فقلنا ان الباتن اوف فراكشر نوع طبيعه الفراكشر والسكيل اوف الاوبريتر الريسورسز افيلبل يعني ايش عندك مواد متوفر جوا عندك والميديكال كونديشن اوف ذا بيشنت بروسيس اوف اذر انجريز اذا اكو اذر انجريز والانفكشن يعني كونتامينيشن كونتامينيشن هي اوف ذا ووند خاصه بالور انجريز وور انجريز وور انجريز هي هايلي contaminated. But diamond, we try to try it conservatively as much as possible. طبعاً associated soft injury orders. Again, the reduction, fixation, immobilization. تمام؟ Again, close or open. Close or open. The close اللي هو شنو IMF. تعرفون IMF؟ IMF يعني intermaxillary fixation. IMF نفس الشيء. عفوا دكتور إذا تحب ناخذ استراحة شوي وبعدين نرجع. أنا بالنسبة لي ما تعبان بس إذا تعبانين ناخذ استراحة. لا أنا ما عاد إحنا ما عاد نشوف. وعندكم إذا تخلص. لا تمام ماشي. لا هي طويلة دكتور. بس على مودك يعني. لا لا على مودك. خلص والله أنا ما يعني هي وصلنا لتريتمنت بعد ما عندنا شيء. ماشي تمام ماشي. IMF هو نفس IMF يعني intermaxillar fixation أو mandibular maxillar fixation شنو IMF؟ يعني ينقفل الحلق حلق ينقفل بعد ما ينسى ما ينفتح له هذا يكون فد ارش بار ايضا هذا اللي تشوفوه فد يوم يجي لكم ارش بار يشدون ارش بار على اللور ارش ويشدون ارش بار على الابر ارش وبعدين يربطون الفوق ويا الجوب كلها بوايرات فالحلق الماوث ويل بي كلوز ما يقدر يفتحها فور 40 دايز زين فشلون ياكل لمده 40 يوم يعني 40 دايز 40 دايز 40 يوم حلقة مقفول شلون يأكل؟ يأكل باي فلويدز بالقصبة يبقى 40 يوم على فلويدز طبعاً هذه ينزل وزنه 11 كيلوات 7 إلى 10 كيلوات عصير دجاج عصير دجاج أي فعلاً وهي أحد طرق الويت لوس يعني ما يستخدموها لتقليل الوزن فهذه من الدبلة أرش بار فوق طبعاً أول مرة تسوي ريدكشن مانيولي إذا ديسبليس رجع البون وتربط الارش بار on both sides of fracture line فهذا will be fixation وبعدين تربط الاول lower arch والupper arch فما راح يتحرك البون هذا راح يصير immobilization فحققت المبادئ الثلاثة هذا هو مبدا الIMF انه تقفل حلقين طبعا هذا وين نستخدمه؟ وين نستخدمه؟ اذا non displaced fractures اللي هي favorable عادة non displaced يعني الفراكشر قاعد بمكانه نسوي له IMF وإذا أكو limited sources يعني ما عندنا بليتات ما نقدر نعطي GA ما أكو تخدير limited sources عند ديزيز أخرى لا هذا شو وقت indications indication هاي indication شو وقت نستخدم IMF شو وقت نسوي IMF أو اللي هو closed reduction أو closed treatment شو وقت نسوي إذا non-displaced اللي هو favorable صحيح؟ limited resources يعني مواد قليلة عندنا هذا ما نحتاج به بس الارش بار وايرات إذا medical compromised patient يعني ما يتحمل تخدير عام ما يتحمل المريض تخدير عام و grossly affected fractures مثل قلنا بالwar injuries اللي هي highly contaminated ما تتحمل تخلي foreign bodies يعني بليتات سكروز كل ما يكون الوند انفكتد او كونتامينيتد ما يفضل نخلي فورين بوديز فسوى IMF وطبعا ايضا بالبيدياتريك فراكشرز بالبيدياتريك فراكشرز لانه يكون جرين ستيك فراكشر الهيلينج ما تكون رابيد وكذلك الايدنتشولس بيشنتس افراكشرز ايدنتشولس افراكشرز دقيقة فمساعة قلتها لي احنا بي ادفانتجز وديس ادفانتجز ادفانتجز وديس ادفانتجز ادفانتجز انه نون انفيزف تكنيك يعني ما تفتحها وايزي تقريبا
لوكال انستيزيا اندر لوكال انستيزيا نان انفيزيف تكنيك يعني ما تفتح عيون تفتح السكين والمسلز وتطلع البون نان انفيزيف يعني نوت سيرجيكال تكنيك وكان بي بيرفورم اندر لوكال انستيزيا تحت التخدير الموضوع يسوي وتشيب ما يحتاج اكسبنسيف بي ديس ادفانتجز اولا طبعا شنو لونج بيريد ياخذ قلنا 40 داي للمريض يكون متعب وبذرنج مزعج ويسوي يتعب حالته النفسيه ويسوي ويت لوس وما يقدر ياكل بالاضافه الى انه امبير الاورال هايجين يعني حاجه مخفول فالاورال هايجين مالته هو بي امبير حتى لو تعطي انستركشن تركز على التنظيف والمضمضه بس راح تبقى فود ديبريز فيسوي جينجيفايتس يسوي بيريودنتال ديزيز القم ويل بي افكتد زين هذا هي الديس ادفانتجز مالته اكو مثلا اوف موبيلايزيشن طبعا هذه يعني لا تركزون عليها بس حفظوا العناوين لان يعني هذه تكنيكال وهذه في اليوم بالعياده كل جروب اشرح له على التكنيك مال الموبيلايزيشن لان يعني اذا مو على كاست ما تقدر تفهمها هسه لو تقروها 100 مرة ما تقدر تفتهمها. يعني يقول لك تفوت الواير من هنا وتطلع من هنا وتجيبه أفور وتجيبه انورد بالشرح يصير معقد جدا. نعم. بس إذا أشرح لك إياه على الكاست هو حكايتين رأسا راح تطبع ببالك وبعد ما تنساها. فهسه تحفظوا بس العناوين مال التايب أوف الكلوز وبالعيادة إن شاء الله إذا الله سهل أشرح لكم إياه عملي على الكلوز. طبعا اهم الموست كومن قلنا الارش بارز شوف هو ايش قد حكي عليه هذا الارش بارز بينما اذا على الكاست اجيب لك اياها بنص دقيقه راح تفتهمها شنو راح تنطب على دوارك وهذا راح يصير عليك سهله جدا فاشرح لكم اياها عملي اول مره قبل ما تجون تقروها قلنا ارش بارز سكروز ايضا كابس بلنس اللي هاي فقط لكم تعرفوها تحفظوها اللي هي شنو للإدنتشولاس بيشنس يعني اللي ما عنده سنون خاصة كومبليتلي إدنتشولاس بيشنس يستخدمون الكاب سبلنس هاي بس خلوها ببالكم زين وجرنج تايب اللي هو أيضا سبلنس بلس سبلنس هاي كلها أشرح لكم إياها بالعمل وهي لا تشوفوها صعبة لا تتفاجئون بها هي فد شيء بسيط زين قلنا البيريد اوف امبولايزيشن هاي مهمه بيريد اوف امبولايزيشن تعتمد ايضا طبعا تعتمد على البيشنت ايج والتايب اوف فراكشر تايب اوف تريتمنت يعني تايب اوف تريتمنت ايضا التريتمنت ايضا تعتمد عليها زين هاي بالنسبه للشنو كلوز تريتمنت الاوبن تريتمنت open treatment شنو معناها يسموه open reduction and rigid fixation open reduction and rigid fixation شنو open reduction يعني تفتح بالبليدر externally open reduction تفتح السكن لاتز مو مسل exposed وخرا سوي dissection الفيشال نير المانديبولار برانش of the facial nerve بريزيرف لازم تحافظ عليه اللي هو يكون ظهر البلاتيزما مصل تطلع لك المسيتا مصل فيشال فاسلز من الناس سوي لها ليجيشن تبص المسيتا مصل يطلع لك البون مكسور ورايح ديسبليس بيدك ترجع فهذا يسموه شنو اوبن ريدكشن يعني اوبن يعني فتحت التيشو وريدكشن رجعته زين فهمت شنو اوبن ريدكشن ماشي اوبن يعني فتحت ورجعت يسموه open reduction and rigid fixation rigid fixation اللي هو بايليكليتد بلاتين دول اللي يستخدموها الكسور بس احنا عندنا بالفيشال بونز بلاتين سبيشال بليتس مالتنا اللي هي تخليها على بوث سايز اوف ذا فركتشر مال وتحفر درولينج اكو بيرات خاصه مالتها وبراغي وضبها وهسه اراويكم صور فهذا يسموه rigid fixation هذا ان جنرال طبعا اكو اما باي وايرنج يعني بدال البليتر بدال ما تخلي البليتر اكو واير
هذا الواير هم تزوف منه on both sides of the fracture line منه ومنه وتفوت الواير منه يعني through and through عافية تخيطه بالواير وبعدين ترد تخيطه باي فيجر 8 بطريقة معينة هذا يسموه ذاك قلنا rigid fixation بالفيتر يعني يعطيك fixation 100% هذا يسموه بالواير يسموه semi rigid fixation يعني نص ونص ليش هو يثبت لك اياه by the anterior posterior direction لكنه lateral عافية lateral تبقى movement الواير ما يعطيك fixation 100% وهذا تحتاج ويا تسوي IMF لمدة أسبوعين احنا بالكلوس إنه 40 يوم هذا إذا سويت وايرينج هم تحتاج تسوي IMF لمدة أسبوعين هاي اللغت تقريبا هاي الطريقة هسه كلها بليتات وهي ما تحتاج يعني من تخلي بليتة بعد ما تحتاج تسوي IMF من تخلي بليتة يفكس باس بعد ما تحتاج تقفل حلقة هاي advantage mild open reduction نستخدمها طبعا بالديسبليست انفيفربل فراكشرز اللي ما تجي بالاي ام اف ما نقدر نعالجها مالتيبل فراكشرز اور فيشل بون ايدنتشولس مندبل مع اللي ما نقدر نخلي له ارش بار واذا التريتمنت تاخرت فتره طويله بحيث صار فايبرس تيشو نضطر انه نفتحها وننظف الدبريز وننظف هذه هذا بالنسبه للاوبن ريدكشن قلنا هذا الترانزوسيوس وايرنج انا شرحت لكم عليه هسه اللي هو قلنا ثرو اند ثرو مثل ما قلت وبعدين فيجر 8 انت تشوفه شرح طويل بس ايضا هذا اشرح لكم اياه على الكاست هاي التكنيكس لا تدوخوا نفسكم بيها لا تدوخوا التكنيكس يعني اطلعوا عليها اطلعوا عليها واشرح لكم اياها عملي راح تفهمونها التكنيكات مجرد حفظ عناوينها يعني كتعداد وفهموها كتعداد احفظوا العناوين مالتها. نعم. والتكنيك اشرح لكم اياه اني تفتهمون زين لان هذا مو مال طلاب اندر جراجويت يعني التكنيك بس اريدكم تحفظون العناوين مالتها وكل وحده تحفظون الادفانتج والديسادفانتج. اوكي. اريدكم تحفظون العناوين وكل وحده الادفانتج والديسادفانتج اوكي؟ ان شاء الله. الترانزوسيوس وايرنج هذا الواير اللي قلت لكم عليه والميني بليس اللي شرحت لكم عليه البيتات هاي شرحت لكم عليه. زين طبعا هو هوايه انواع اساسا بس تحفظون العناوين مالتها لانه هذه الديتيلز ما مطلوبه منكم زين كلها بس اريدكم تحفظون العناوين مالتها زين ترتيث انت طبعا هاي نقطه هذا موضوع مهم ترتيث ان ذا لاين اوف فراكشر يعني من التيث يكون باللاين اوف فراكشر طبعا دائما يكون سورس اوف انفكشن واذا صار بالفراكشر انفكشن فد مشكله يعني انفكشن بالفراكشر شويه مشكله تكون ميك ذا تريتمنت مور كومبليكيتد فدائما نحاول نتفادى الانفكشن بالفراكشر احد اسباب الانفكشن هي التيث especially if it is if it were or if the teeth were carious or infected especially in the teeth were carious or infected. فدائما إذا عندك tooth من fracture line هذا المبدأ مالته tooth من fracture line. وإذا كان infected tooth يعني beef and infection badly carious زين. العام. إيه إذا كان perineal periapical infection إذا كان periodontal infection acute pericoronitis بالوزدم tooth يعني اكو problem بالtooth زين اذا كان بي periapical infection يعني واصل infection للperiapical اذا كان pericoronitis اذا كان بي periodontitis اذا badly carious اذا tooth mobile يعني هو periodontal disease اذا tooth prevents the reduction of a fracture يعيق الريدكشن اوف فراكشر ما احنا قلنا نرجع طب كل هالحالات هو شنو؟ نقلع التوث زين؟ كل هالحالات احنا نقلع التوث اكو ريلاتيف اكو فد ملاحظه مهمه هواي بما قايلها هنا او لا طبعا هسه نجي على الكومبليكيشنز اوف مانديبولار فراكشرز
كومبليكيشن هو شنو؟ بان جنرال بسهوله بسهوله ثلاث نقاط. اما انفكشن يصير نعم انفكشن اي كومبليكيشنز اوف مانديبولار اوف فراكتشرز اف ات واز نوت تريتد اذا عرفناها او اذا عولج بطريقه خاطئه فهو كومبليكيشن اوف مانديبولار فراكتشرز ثلاث نقاط بسيطه. انفكشن راح يصير انفكشن يعني سيليلايتس او ابسس. نون يونيون يعني يبقى العظم ما ملتحم يتحرك. نون يونيون يعني عظم مكسور ما ملحوم. عظم مكسور ما ملحوم يسموه نون يونيون. او مال يونيون يعني يلحم بطريقه عاجه يلحم بطريقه عاجه يسموه شنو مال يونيون. ها هي الثلاث كومبليكيشنز اوف مانديبولار فراكتشرز. ما عندنا شيء بعد بتفصيلاتهن. اي ما عندنا شيء زين. عندنا طبعا هو دا يحكي هسه هي هذا هسه دخل عاده كلها غير موضوع يعني هسه دا يحكي على المانجمنت اوف انفكشن. المانجمنت اوف انفكشن طبعا هذا غير موضوع اي موضوع مال انفكشن. على كل المانجمنت اوف انفكشن شلون نسوي انفكشن هي كنترول اوف انفكشن يعني اذا اكو ابسنس تفتحها اوبن هاند درينج صحيح. إذا أكو cause of infection تشيله. Prophylaxis antibiotic. أول شيء إذا أكو abscess تفتح الأبسس. إذا with cause of infection تشيله. The cause of infection إذا قلنا بعد الكاريس بود. Pericoronitis. الفورم بوديز اللي نخليها سبب infection اللي هي البليتا أو الواير. بليتا أو الواير أو السكروز هاي كلها أيضا may cause infection إذا ما سويناها بشكل صحيح. لذلك قلنا نتجنبها وين بالإنفكتيف وون بالوار إنجلز خاصة نتجنب هاي المور نحاول نتجنبها. وطبعا الجنرال كونديشن أو البيشنت إذا ميديكالي كومبرومايزد. النيرف دامج ها طبعا عفوا الكومبليكيشنز مقسمها إلى إيرلي كومبليكيشن وليت كومبليكيشن. الإيرلي كومبليكيشن اللي هي إنفكشن خليها بالك. الإيرلي كومبليكيشن الايرلي كومبليكيشن هي انفكشن والنيرف دامج هاي الايرلي كومبليكيشن. النيرف دامج يعني اذا الانفيريور دنتال نيرف تعرض الى دامج فيسبب لنا اما باراستيجي اما انستيزيا اللي هي الكومبليت لوس اوف سنسيشن او باراستيزيا اللي هي البارشل لوس اوف سنسيشن. هاي الايرلي كومبليكيشن اللي هي انفكشن والنيرف دامج. الليت كومبليكيشن قلنا مال يونيون يعني يلحم بطريقة عوجة يلحم أعوج مال يونيون أو نون يونيون. مال يونيون اللي هو يلحم بطريقة عوجة أو ديليد يونيون اللي هو أو نون يونيون أو نون يونيون. نون يونيون مال يونيون ديليد يونيون أو نون يونيون هي هذه الليت كومبليكيشنز مال مانديبولار فراكتشرز. يعني هو حاجة تفاصيل هواية أيضا هذه لا تتعمقون بيها ما لها داعي يعني بس حبوا العناوين مالتها. Sequestration of the bone. The complications اللي associated with internal fixation يعني اللي خلينا بليتم. نعم. كده يصير infection قد يصير infection. Infection. والinfection إذا استمرت يعني not treated من خلي بليتم من خلي بليتم أو وايد صار infection يعني البليتم إذا كانت contaminated. عم يتعقم زين او خليناها بشكل غير صحيح او المريض ميديكالي كومبرومايز او الوند هو كان كلش كونتامينيتد وما نظفناه هاي كلها سسبتبل تو انفكشن بالثلاثه فصير انفكشن وصير ابسس وصير سيكوستريشن. يعني شنو سيكوستريشن؟ تكون بون داخل البون يعني داخل البون مفصول عن الديد بون. الديد بون بالضبط. هاي كومبليكيشنز مال انترنال فيكسيشن. يقول اكو فانه مانديبولار فراكتشرز اكواير سبيشال كونسيدريشنز يعني فد اهتمامات معينه بالتشلدرن البيدياتريك فراكتشرز اللي هو جرينستيك فراكتشر لانه اولا البون هو جرينستيك والدنتيشن مالته يكون ميكست. هاي واحده. و
طبعا دائما نحاول بالتشوفن انه نعالجه كونزرفاتيفلي، نعالجه كونزرفاتيفلي ونحاول نعرضه الى عمليات جراحيه. وكذلك ينبغي اثر على القلب انه البون ما تكون جرين ستريت وميكس دنتشي، والتشوفن يكونون دورين جروث بيريد. هاي ثلاث نقاط مهمه لازم اخليها ببالي: ميكس دنتشي، جرين ستريت فراكتشر، نعم، ودورين جروث بيريد. هاي ثلاث نقاط خلوها ببالكم في كونسيدريشنز اوف بيدياتريك تشوفن. ايضا هاي اهم ثلاث نقاط. طبعا يعني هي فعلا طلعت محاضرة طويلة جدا ومفصلها هواية، فأنا أفضل هاي فد يوم ثاني أبن أعطيكم يعني هسه. احنا خلصناها دكتور، بعد بقيت أربع صفحات بيخ بس ذني؟ اي فقط ذني بعد أربعة. ازين إذا تحب ترتاح شوي دكتور ما يخالف. أكو بس موضوع عندنا ما ذاكره هو قد لازم بالله. نتخلوه هوايكم بعد ذاكره وذاكر لاحقا نشوفه إنه الـ IMF. شنو الـ IMF؟ الـ Intermediary Fixation اللي هو انكلوزد، نعم، بي كونترا انديكيشن مهمه كانت موجوده اي يعني اكو كونترا انديكيشنز في يعني اكو حالات كونترا انديكيشنز ما يصير يسوي العين مهمه جدا اللي هي جنرال كونترا انديكيشنز يعني حالات معينه مرضيه ما يصير المريض تسوي له IMF. شنية إذا عنده خاصة epileptic patient epileptic يعني مريض إذا صار هذا contraindicated تسوي له IMF ما دعا نمشي بالذاكرة احتمال هو كذا قد ما موجودة أي دكتور زين epileptic patient ثاني شيء اللي هو عندنا يسموه ماث اوف ذا ثينك ماث اوف ذا ثينك لا سي او بي دي. شنو يعني سي او بي دي؟ كونستريكت اوف سي او بي دي بالمونري ديزيز جماعه البالمونري ديزيز كونستريكت اوف كرونيك اوبستركتيف بالمونري ديزيز كرونيك اوبستركتيف بالمونري ديزيز مثل ايش كرونيك اوبستركتيف بالمونري ديزيز خدناها بالفار المثال فد مرض فد حاله مرضيه يسموها برونكياكتاسيس برونكياكتاسيس اكتبها برونكياكتاسيس مو برونكايتس برونكياكتاسيس هاي يصير انا يصير تشوه البرونكاي ديستورشن بالالفيولاي الالفيولاي تشوه شكل هاي نتيجه للكرونيك سموكينج سي او بي دي برونكياكتاسيس عندنا بعد كونترا انديكيشن اسمه نفس السي او بي دي نفسه احنا الرب ما يصير يسويهم هسه صار كم واحد عندنا ابيليبتيك وسي او بي دي بالبرونكاتس والاسما بعد عندنا اللي يصير عندهم يصير عندهم ريجرجيتيشن غاستريك ريجرجيتيشن استرجاع استرجاع للاسيد ريجرجيتيشن هاي اربع نقاط مهمه جدا ان شاء الله موجودة بالمحاضرة. أربع نقاط هاي كونترا إنديكيشن للعجلة. وبعد أكو كونترا إنديكيشن ما تحضرني بس ها أهم أربع نقاط اللي هي الإبيليبتيك بيشنت والسي أو بي دي والأسمة والريجاستريك ريجرجيتيشن. الجاستريك ريجرجيتيشن والسفريجر ريجرجيتيشن يصير دائما عندهم استرجاع للأسد ذولا ما يصير يسوي لهم أيضا. شوية نرتاح وسوي فيكم فتحة دي. اي حبيبي. هاي كنا في مقيم أقدم بالمستشفى الكاظمية. كنا في مقيم أقدم في مستشفى الكاظمية. نعم دكتور. يعني
يعني بعد يومك مو دور قوي على طالب دور يعني منزلنا في شخص فرانك عشان والله يكون خير وان شاء المقيم اقدم والدهم يعني وياهم بس بعد ما موجود فكان اكو ولد طالب جراحة عامة طبيب طالب جراحة عامة هو صف رابع صديقهم الظاهر زين يعني ذول اثنين صف رابع وجهه فكين بورد صديقهم طالب جراحة عامة هم صف رابع فا يعني دائما يسوي والله صديقهم كلش هذا محافظات هم ذولها محافظات هذا محافظات فاليوم قاعدين الظهر نتغدى المطعم ولا المستشفى اجى سلم علينا قال اني سلم عليهم هم اصدقاء انا قاعد وياهم قالوا مع السلامه انا نازل لاهل اليوم نازل لاهل بالمحافظه قال له الله وياك ما ادري شنو راح تغدينا كملنا رجعنا للبيت مالتنا ورا ساعه ونص ساعه ثلاث اربع ساعات خابونا تعالوا اكو كيس نزلنا شفناه هو نفسه الله مقلوبه بالسياره ما بيشي ما بيشي فقول اصدقاء من باب يعني من باب الحرص عليه طبعا فحصوا جوي اهل الجراحه العامه فحصوا جوي جماعته اهل الجراحه العامه واهل الكسور اخذوا له فل اكس راي من فوق يجوا ما بيشي clear chest درسناها بأول محاضرة تذكرون patent airway المجرى التنفس المالته مفتوح clear chest soft abdomen vital signs مالته stable fully conscious اي ماكو مشكلة مقلوبة بالسلامة قال عندي وجع هنا بيقول شوي شو عندنا قلنا مايل تمود هنا نعم نعم قلنا بس هاي شوية منا هذي يعني دزوا اكس راي بي اي جابوا طلع دفعة شرمان شوفوا التريتمنت الخاطئ فذولا من باب الصداقة والحب والمودة قالوا له هسه نعالجك حتى تروح لأهلك فورا عيني. فورا يعني عالجو؟ اي هو هذا خطأ رأسا من باب المودة والصداقة و... ما يعني؟ مو ما يعني يعني الحرص عليه يعني يعني انجاز الواجب تجاه صديقهم زين دقوا له ارتش بار جوا دقوا له ارتش بار فوق سدوا حلقة طفلوا حلقة قالوا له مبروك كمل العملية أندر لوك أنا نسيجي نعم فتحوا لي الاستشارية والظهر وقعدوا على الدنتال تشير وسووا له IMF أبور لوا قالوا له روح لبيتكم هذا خطأ مس مانجمنت دائما إذا RTA تخوف لازم أقل شيء يبقى المريض أندر أوبزرفيشن بالطوارئ قبل كل شيء ما تسوي له يعني كديفينيت تريتمنت الفراكشرز من الفراكشرات مال الفيس عندك مجال 10 ايام تقدر تعالجها اسبوعين ماكو مشكله ما تعالجها راسا غلط بقي عندك اوبزرفيشن لان اكو هيدن انجريز انت ما تبينه صحيح خاصه بالامكانات الدايجنوستيك البسيطه اللي عندنا هنا بالعراق المفروض يوقفوا بالطوارئ 24 ساعة هم رأسا خفنا وحلقة ودرسوا الأهل قلوا له روح لبيتك بعد ركب السيارة وراح للمحافظة وصل البيت هو وقع في وضع الطريق unconscious وصل البيت هو unconscious ركضوا بي unconscious fully unconscious ركضوا في المستشفى الكون الانكون يدقون يخلون لك شو حلقه شافها حلقه مقبول ركضوا في هناك بالمدينه بالقضاء
للمستشفى مال القضاء يدون يخلي التيوب مال التنفس مال مال التخدير يعني هو عنده تريكل تيوب حتى بس يتنفس شاف واحد مخلوق ما يعرفون شنو هاي ما يعني شو مسوي هو ما يدرون ما يعرفون هاي شنو الوايرات شلون يفتحوها ما يعرفون ما عندهم هناك وجه فكين بالقضاء ما عندهم ادوات مال المنزل ماكو مقيم ماكو برانش عندهم حولوا المركز المحافظة. هاي كلها تايم. كلها تايم وهو بدا يتنفس. امبيرد ريسبيريشن. راح المركز المحافظة ما عندهم اوكسجين فيشر. سووا له تريكستومي. من ما فتحوا له وخلوا له تيوب بس بعد ايش؟ بعد ايش؟ ورا ما صار برين دامج شويه هايبوكسيا ديو تو هايبوكسيا ديو تو هايبوكسيا والهايبوكسيا هايبوكسيا 60 يوم هو انكونشس بالار سي بالعنايه المركزه ردوا جابوا لي كارني رجعوا عليكم بالار سي يو ردوا جابوا لي كارني 60 يوم هو منع مقعد على الفنتيليتر على التنفس الاصطناعي هذا يصعد وينزل الجهاز يصعد وينزل يشتغل كرئة يعني كانت اكو هيد ان انجري سدت مجرى كان عنده شنو اللي كان عنده بالتشخيص؟ السيريبرال بليدنج زين دكتور هذا السيريبرال بليدنج ما انطى علامات فوريه لما انقل الحادث مو شرط انطى علامات فوريه ماينا سيريبرال بليدنج شوي شوي لحد ما بين ورا بس ورا 6 ساعات بين لذلك دائما المفروض يبقوه اندر اوبزرفيشن ايش قد 24 اور ات ليست زين دكتور انتم مو قلتوا سوينا له تحاليل او اشعه او كذا ما بين عندكم؟ ما بينت مو شرط تبين سي تي لازم يلا يبين سي تي برين هاي ماينر سيربرال بليدنج بس من سي تي برين يلا تبين ما سوى له سي تي شافوه فوق الكونشس ما عنده مشكله ورا 6 ساعات بينت عنده ظل 60 يوم انكونشس قول قاعد قول قاعد يا الله قول قاعد ما تتخيل ايش قاعد مثل الافلام هذه اي والله شلون قاعد؟ فاقد الذاكرة. ما يعرف لا اهله لا زوجته. والادهى من ذلك كله ما يعرف الدراسة اللي دارسها. هو واصل صف رابع دورك. وانا منو؟ والله. بعدين طلعت انا من المستشفى. قالوا بدا شوية شوية يستعيد الذاكرة بس السينيور يا مالته بس لغيلاً يعني عيدهم من ذلك وحتى نجحوه عطفاً عليهم بس بدون أن يستلم شغل فشوف هذا المس تريتمنت المس تريتمنت كله من وراك الجامعة في ماكزيلا فيش يا دكتور ليش تعجلتوا المس تريتمنت شوف سوى فيه فدائماً العلاج الخاطئ يعني يدمر هاي واحدة من الكيسات المهم هسه هنا يقول ليش عندنا وصلنا تسجيل عندك هسه عرفت الكونترا انديكيشنز مال الاي ام اف اي دكتور اخذناها سي او بي دي وابيليبتيك وغاستريك ريجرجيتيشن كذلك اكو ريلاتيف كونترا انديكيشنز مثلا ذولا اللي عندهم كرونيك ساينوسايتس ماوث بريفنج مثل ما قلت ماوث بريفنج chronic sinusitis, septal nose deviation, chronic nasal obstruction, اللي ما يقدرون خشمهم دائما مسدود, يعني impaired airway خلينا نقول. compromised. الادينويدز يعني زوائد البوليبس, الادينويدز اللي عندهم ادينويدز اللي عندهم بوليبس, كلها relative يعني contraindication, ما يفضل يسوينا IMF. لما نسوينا IMF لازم الـ airway ما تكون هذا الموضوع كليري
يلا تقفل حقيقة. خلاص لا صاريج ماي. يلا تقفل حقيقة. البصار أخي. الله وزن الصحبة بعد ما نقدر. طبعاً هو هذا دكتور سلمان ما احترامي له طال الصحة والعافية اي دائماً يحكي حكي زايد وما له داعي ويعقد المحاضرة كان يقدر يختصرها بصفحتين ثلاثة والله خاف يسوينا بورد من هسه يعني يسوينا بورد من هسه والله ما ادري بس يعني ما له داعي هذا الحكي هذا يعني شرح مال الكتاب هو جاي الكتاب وناقله ما يصير هيك دكتور هي طبيعة جامعة بغداد هيجي لا هو إيه كل المواد يعني دكتور سرديين سرديين دمرونا الله يساعدكم اي والله بالله يعني صدق هيك محاضراتنا هيك بس احسن معلومات تفيد زين هسه ديتش على فونجال ريفراكتشرز على ريفراكتشرز ايضا مصنفه فراكشرز ثلاث انواع مصنفه فراكشرز ثرو ذا هيد اوف ذا كوندايل وفراكشرز ثرو ذا كوندايلر نيك وفراكشرز ثرو ذا كوندايلر بيس راح اسبيشال على الكوندايل دكتور اسبيشال فقط دكتور كمان سين كوندايل فراكشر يعني اكثر شيء يسبب الكوندايل شنو الفراكشر اللي بالماندبل الماندبل يقصد بشكل عام اكثر شيء قسم من التصنيفات شنو لا كمان لسه يقولون الكوندايلر نك فراكشرز اللي هو هذا ثاني واحد لا كوندايلر هو الموس كمان قسم من التصنيفات يقولون الانجل اوف ذا ماندبل هو الموس كمان بس اكثر الكتب تقول الكوندايلر نك فراكشر هي الموس كمان فراكشرز اكثر شيء كنسبه واللي الفوز سببها اللي من فرونت لو لاترال اكثر لا من فرونت فهي اثنيناتهم بس لانه هو اثنين يعني هم انك دايركت فراكشر يصير فراكشر او اندايركت فراكشر يعني هو يصير باحتمالين اما دايركت واندايركت لذلك نسبته عاليه يعني ممكن يصير بالدايركت وممكن يصير بالاندايركت لذلك نسبته عاليه نعم فهو قلنا اما ثرو ذا هيد اوف ذا كوندايل يعني الهيد اوف ذا كوندايل وجوا النك وجوا البيس فالتصنيف يعني نظري لا اكثر ولا اقل وتريتمنت اوف كوندايلر فراكشرز وبعدين يعني ايش قايل ما اعرف هو ليش مركز على الكوندايلر فراكشر يعني وراه ايش كاتب يعني بعدين ايش قايل بس خلينا نشوف والله او ار اي دكتور شنو هاي او ار اي اف اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن اللي هاي حكي يعني البليتات اوبن ريدكشن وريدكشن وانترنال فيكسيشن هاي خلصت يعني شنو كوميونيتي مانديبولار فراكشرز ما يخالف هاي سلامته ما بقى عندي شيء المهم هسه اعطيكم بعض الملاحظات دكتور النقاط الاساسيه لكل موضوع اختصارا يعني اي نعم بالنسبه للتريتمنت اوف كوندايلر فراكشرز بالنسبة للتريتمنت اوف كوندايلر فراكشرز اكو نقطتين مهمة ناكد عليها. نعم. اولا هو جروث سنتر. جروث سنتر كوندايلر. ثانيا نخاف من البوسيبلتي اوف انكيلوسيس. بوسيبلتي اوف انكيلوسيس. جروث سنتر او بوسيبلتي اوف انكيلوسيس. طبعا مثل بقية ال الفراكشرات نقدر نعالجها باي كلوز ريدكشن اوبن او اوبن ريدكشن اوكي خليني احكي لكم عن كلوز ريدكشن كلوز ريدكشن دي فد نقطه مهمه اللي نقفل حلقه نعم بالادلت على كود كلاسيفيكيشن معين اللي هو انترا كبسولار واكسترا كبسولار نعم انترا كبسولار يعني تعرف الكوندايلر هيد يكون لنا تي ام جي جروث يعني كجروث يعني لا لا المفصل نعم يعني الكوندايلر ومن هذا الكوندايلر هيد وهاي الجرينويد فوسا نعم راح يكون لنا تي ام جي صحيح نعم الجرينويد فوسا من بيس اوف ذا سكالب
وهذا يكون دايلرها راح يكون إنه تي إن جي. نيناتهم الكل يونيت فوسا والكون داير وحاطين كبسول فايبرس كبسول. صح. فإذا الفراكشر صار انترا كبسولر هذا هنا سسبتابلتي أنكيلوسيس يصير كلش عالية. إذا انترا كبسولر فالتريتمنت تعتمد على الايج. إذا أدلت تساوي له IMF 10 days بس 10 أيام followed by ورمة تفتح حقه followed by exercises نقول له active mouth opening غرض نقول له غرض لا تسكت اي لا نقول له أوقف قدام المراية مثل المخبر افتح حقك after 10 days of IMF with children I have intracapsular with children the treatment مال intracapsular IMF هو active movement ولذلك هذا الفراكشرز الوحيد بالبودي اللي يعاكس كل الفراكشرات الاخرى يمكن كل الفراكشرات نسوي لها immobilization لا هذا الفراكشر الوحيد اللي نقول له ما تسوي له IMF بالشلبن ما تسوي له IMF أبدا وفعلى ما هو عليه على ما هو عليه وإضافة إلى أكتب موقع يعني مو بس ما تعوفه وتقول له للطفل تسوي تمارين تعلم أهله يسوي تمارين يفتح وسط حلقة بس نسوي له open fixation لا favorable and favorable لا أنا ما أبي favorable أنا شايف كل ده ها اوكي ايه بتشاور اذا انترا كبسولر التريتمنت هو اكتف موفمنت فقط كل وقف قدام المرايا وبيك وما بيك افتح حقك وسدها حتى لا يصير انكيلوسيس اذا اكسترا كبسولر يعني خلينا نقول خارج الكبسول يعني منك خلينا نقول سبون دايناميك هذا تقدر هم نقدر نقول undisplaced. إذا undisplaced تقدر تسوي له IMF لمدة أسبوعين بالأدلت. بالchild one week IMF followed by active movement. نعم. بالأدلت تسوي له IMF two weeks. followed by active movement the child 1 week أقل من 10 أيام followed by active movement إذا كان خارج الكبسول و undisplaced صحيح إذا كان displaced أما medial displaced يعني يكون دائم نايم واقع هذا تشوفه بالـ PA X-ray view نايم medial مكسور و نايم medial فهذا صعب ترجعه أو تلسكوبك فراكشر شو يعني تلسكوبك فراكشر يعني مكسور و overlap each side هاي الكوندايناميك مكسورة و overlap فأيضا هذه إذا قلنا medial displaced أو تلسكوبك كوندايناميك فراكشر فهذا indication مال ال ORIF اللي هو open induction internal fixation هذا الاختصار بعدين السيرجيكال ابروتش عندنا اما يعني شلون نفتح له من اللي بنسوي عندنا تو ابروتش كويستشن مارك ابروتش كويستشن مارك يشبه يعني علامه استفهام يشبه علامه الاستفهام او ريترومانديبولر ابروتش من خلف المانديبول عندنا تو ابروتشز هذا السيرجيكال ابروتش complications مال fixation مال internal fixation يعني إذا ما قعدته صحيح راح يصير مال occlusion راح يصير high spots أحيانا هاي سهل تقدر تعالجها بس selective grinding نفس الشيء بالpaper point وتخليها أسنان المريض شوف عالتيث يا تكسب شوية بها عدو
تقدر شوية تعقل من الأكثر والأقل. Range movement. Limitation of range movement أحياناً شوية mouth opening يقل. الديسك أحياناً يصير displacement. طبعاً هاي يعتمد على السكيل of the operator. وانكيلوسيس اوف ذا تي ام جي هاي مهمه قلناها زين. الادنشولوس يعني اللي ما عنده اسنان لان الالفيولا بروسس اندر جوز ابسوربشن صحيح مو ذا ايج والريزيستنس اوف البون تتقل الالكتروما فيكون مور سسبتبل تو فراكشر. والبلاد سبلاي هاي المهمة مال الادنشولوس بون يعتمد بدرجة كبيرة على البريوستيوم وليس على الدايركت بلاد سبلاي يعني يجي من البريوستيوم. نعم صح. فلذلك لازم نحافظ على البريوستيوم قدر الامكان. وقلنا التريتمنت مالته مال الادنشولوس مال الادنشولوس اللي ما عنده اسنان إذا undisplaced قاعد يعني favorable تسوي له cap splint. وإذا displaced المريض يتحمل تسوي له open reduction و internal fixation. الcommutative fracture آخر نقطة اللي هو المتفتفت هذا اللي treatment مالته conservatively 100% يعني IMF فقط close reduction commutative mandibular fracture التريتمنت مالته كلوزد هي كونزرفاتيف 100% باي كلوز ريدكشن سجلها. نعم سجل في شو ابد ما تسوي له اوبن كونزرفاتيف فراكشر سجلوا هاي الملاحظات ان شاء الله دكتور. وهذه افضل يعني الملاحظات ترفقوها وهي المحاضره حتى باقي الطلاب اكيد دكتور احنا هذا التسجيل قلنا لك راح يوصل لهم بامانه كل اللي احنا فهمناه يوصل ايوه خاصه الملاحظات يعني هذا قلت لك شرح طويل يعني الله يساعدكم على يوم أيوه. الله يساعد انا يمي هسه مليت ما له داعي هذا الشرح يعني انتوا اندر جراجويت المفروض محاضرتكم نقاط